وفي الجزء الأول صفحة 368 قال: التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان. التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان. علوم القرآن كثيرة ووفيرة وعديدة، ولكن أساسه وسره وقوامه أن تحصل منه علم التوحيد. فأي علم من علوم القرآن يأتي تبع لعلم التوحيد. فلذا فمن يقول ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم تراه يعرض عن تعلم علم التوحيد، فهذا المسكين خفي عليه أن سر القرآن وأسمى علم في القرآن هو علم التوحيد. فإذا هذا الحديث من يحتج به على دعواه هو حجة عليه وليس حجة له، بل هو لب الإيمان. فمن أراد أن يتكلم في مواضيع الإيمان ومواضيع التزكية ومواضيع إصلاح القلوب فأعلاها علم التوحيد، فأعلاها علم التوحيد.